مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. الرئيس مون يأمر بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية. وحسب بيان الاجتماع ستتم ترسيم 59,987 معلما وأستاذا متعاقدا في حدود نهاية شهر فبراير 2023 المقبل. وتناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون مشاريع قوانين تخص أربع قطاعات، وشمل برنامج عمل اجتماع حسب بيان للرئاسة مشاريع قوانين تتعلق ب حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وممارسة حق الإبراز. بالإضافة إلى ذلك، قدم وزير التربية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين. البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم اجتماع لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وممارسة حق الإبراز، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين. بعد افتتاح السيد الرئيس الاجتماع، وعرض الوزير الأول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره كما يلي: أولا، عرض حول مدى تنفيذ التزامات الرئيس الجمهورية لفائدة المعلمين والأساتذة. أمر الرئيس بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59,987 معلما وأستاذا على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فبراير 2023 كأقصى تقدير، إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022، تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية بعيدا عن كل استغلال، حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة. التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال. ثانيا، مشروع قانون ممارسة الحق النقابي. يهدف هذا القانون إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني لإصلاح هذه المنظومة. إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الأجال. ثالثا، مشروع قانون وقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. أمر السيد الرئيس الجمهورية بإصدار نصوص تنظيمية في أقرب وقت إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية. رابعا، حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون بمراعاة ما يلي: أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لا سيما الأوعية العقارية التي تسترجع من عملية الترحيل المختلفة. ورجعت قانون التعمير وفق تخطيط عمراني حقيقي للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا خاضعة لتأثير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.
أمر وزيري الداخلية والسكن بالحث على استحداث شرطة العمران ضمن مشروع مراجعة قانون تعمير لتعزيز حماية أراضي الدولة وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن. أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا رضعيا يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل مستويات في استمرار شروط البناء والتعمير. التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية وفق قانون التعمير. توجيهات عامة. أوضح السيد رئيس الجمهورية أن الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان، وأن العبرة لم تكن أبدا في التغيير الأشخاص وحسب. وأمر السيد رئيس وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة. أمر وزير وزارة الصناعة السيدة نامية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والأفاق. أمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار حول الغش والتزوير بكل أشكاله التزاما بأخلاقية الحياة الاجتماعية. وقبل اختتام الجلسة صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.